غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن صنعاء بعد ظهر يوم السبت بعد 4 أيام من وصوله إليها، وتأتي زيارته بعد وصول المواجهات المسلحة ضواحي مدينة الحديدة، حيث زادت المخاوف من انتقال تلك المواجهات إلى ميناء الحديدة، مما قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية للميناء وتوقف عمله. ويشكل الميناء أهمية خاصة لطرفي النزاع في اليمن وللمنظمات الإنسانية التي تعتمد عليه في إيصال المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين اليمنيين، بالإضافة لأهمية الميناء الاقتصادية والعسكرية لطرفي النزاع. أصبح الميناء أيضا يحتل أهمية في تحقيق السلام في اليمن، مما استدعى قيام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بإطلاق رسالة لطرفي النزاع والعالم أثناء زيارته لميناء الحديدة يوم الجمعة الماضي. I have a clear message today. اليوم أحمل رسالة واضحة. The attention of the world is on Hodeidah. اهتمام العالم اليوم ينصب على الحديدة. Leaders from every country have called on all of us to keep the peace in Hodeidah. قادة دول العالم دعونا جميعا للحفاظ على السلام في الحديدة. لكن بحسب السكان المحليين للحديدة، ما زال هناك دوي لانفجارات رغم اتفاق الهدنة الغير معلنة، مما يؤكد صعوبة مهمة المبعوث الأممي لتحقيق وقف إطلاق نار شامل والعودة لمشاورات السلام والدخول إلى مراحل خطوات بناء الثقة، حيث قام المبعوث الأممي بإعادة طرح مقترح إدارة ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة كطرف ثالث محايد لتجنيب المدينة ومينائها الدمار. I had the privilege of meeting yesterday in Sana'a with the leaders of Ansarallah. سعدت أن التقيت يوم أمس في صنعاء بقيادة أنصار الله. Among other things, we discussed how the United Nations, represented here by the three of us, وناقشنا كيف يمكن للأمم المتحدة التي نمثلها نحن الثلاثة هنا الموجودين أمامكم. May now pursue actively and urgently detailed negotiations for a leading United Nations role in the port and more broadly. كيف يمكن لنا أن نبدأ الآن في مناقشات والتطور حيث كيف يمكن للأمم المتحدة أن تتولى الدور القيادي للعمل في الميناء وما وراء الميناء. And we start today in the discussions that we've been having with the senior representatives of your leaderships here. وبدأنا النقاش حول هذا الأمر يوم أمس مع القيادات العليا. It needs to be done quickly. وهذا الأمر علينا أن نقوم به سريعا. By discussing it with all the parties. عبر نقاشه مع كافة الأطراف. مع قرب انعقاد مشاورات السلام في السويد، هل سيؤدي الوضع في ميناء الحديدة إلى إنهاء الحرب في اليمن أم إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في هذا البلد؟ يكتسب ميناء الحديدة أهمية خاصة بالنسبة للعمليات الإنسانية التي تحول دون حدوث مجاعة في اليمن، كما تزداد أهمية الميناء مع اقتراب المواجهات المسلحة حول المدينة، مما استدعى قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة دون بلوغ هذه المواجهات الميناء والسعي لإبرام اتفاقية سلام وإنهاء الحرب. حسن بامشموس، الحديدة.